بريس دبليو ذا هول تايم، اني اضغط دبليو طول الوقت، لا تسوي شيء ثاني. ما قال نط، ما قال شيء. بسم الله، ها دبليو الحالة ويد مرفوعة، بس هنا ما هي الشاشة. دبليو وين اروح هنا؟ ها؟ Rock Legion 27 hearts beat. السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم ماب، وش اقول عن هذا الماب؟ ما ادري ايش اقول، بس اسهل ماب في فورتنايت، عبارة عن 50 ليفل. انا لعبت مابات سهلة، لكن هذا الماب كاتبين كذا ان اسهل من السهل. راح نشوف معكم، وفيه في شيء احب اقول لكم يعني عنه، انه هنا مكتوب سكور بورد. اسرع ناس جابوا توقيت في هذا الماب، واحد خلصه في 4 دقائق و12 ثانية، واحد خلصه في 4 دقائق و45 ثانية، واحد خلصه في 5 دقائق و12 ثانية. راح نشوف هل نكسر الرقم. واو، العاد نسجل لنا. راح نشوف هل نكسر رقم قياسي ولا لا. وقبل ما يبدا المقطع كل شيء، هنا حاط كود شوب حقه، فهنا بحط كود شوب حقي يعني. والله كيفي يا اخوي، ما حد يحط كود يا اخي، شو اسوي؟ الزبده حط الكود حقي، لان العدد اللي حاطني كود كان 3000، صار 300 وقابل الطيحه. لكن ان شاء الله يضبطوني بعد هذا المقطع كذا، اشوف الكود يصير 1000 حاطينه، 2000، 3000. والله يعني شكرا لكم، طولت السالفه قصيره، فخلونا نبدا الحين. يعني اول تشيك بوينت اللي هو هنا اتوقع، يبدا من بعد التايمر. هل نكسر الرقم القياسي اللي قبل شوي 4 دقائق و12 ثانية او لا؟ بسم الله نبدا الحين. الحين يعني ما في اي فخاخ، ما في شيء. ها؟ ليش مو قادر ارقى؟ اوكي، طبعا هذا سكن خرافي يا شباب، خرافي، شريته بكود يعني بكود. اوكي اوكي، لازم مرتين. حلو، ناخذ هذا. بسم الله، هلا بي، روح. تكفى، ايش هو هذا كذا على طول لفوق. اوه، ما شفت هذا والله. اوكي تكفى. يقول لك جمب اون ذا بوست بعد، مشكله اقرا ما اسوي، والله العظيم مخ ما في. اوكي والله شكرا، يعني ما في موت في ذا الماب. لا والله ما في موت، على بالي انه في موت هنا، لكن الحمد لله ما في اي موت. الماب جدا سهل الى الحين. لا حاط لك كفرات. لا كذا، لا ما بغش، برجع من جديد. خلونا نبدا من جديد، كل شوي نطيح فيها. فبسم الله، الله، خلصنا بدون غش، بدون شيء. لا احد يقول لي غش، ما غشينا. الماب جدا سهل، درجة انه ما يخليك تموت. يعني شوف، حط كفرات تحت لو طحت بالغلط، يعني من هذه اللي كذا ما حيطيح فيها الا انا. يا ساتر، والله اكبر شيء في الحياة هذه. طيب هنا نظام كانك تلعب كراش، شو الكراتين غريبة ذي. اوكي جدا سهل، بعدها ننزل كذا بس دبليو. الله يا اخي شكرا يا صاحب الماب على المابات الخرافية هذه. يا اخي ماب سهل يا اخي، شكرا والله، شكرا والله. الماب جدا سهل يا لبيه. حتى شوفوا الطيحة، ما تقدر تطيحها. يقول لك هولد دبليو موف يور فيو. اوكي انت حرك بس دبليو، يقول ترن راوند. اوكي يا لبيه، كفو، اقسم بالله خرافي والله انه خرافي والله. لا الوان ماب يعني ميب زي العاده، العاده يجيك لون خايس، لكن هنا شوف ها كذا يعني. يا اخي شكرا دون جمب. اوكي والله شكرا على الماب السهل والله، والله شكرا. واحد، الثاني هنا، هو المفروض اني اروح بالدور كذا، بس الثالث هذا الاسود ما شفته. يا ساتر والله حسبت اني طحت. والرابع وبس. والله ماب حق سوالف بس. لا حاط لك هذه بعد سبيد عشان لو طحت، لو. والله يا اخي ودي العب زي ذي المابات دايم، قسم بالله. المابات اللي ترفع الضغط عقدت فيها ساعه، بعض الايام ساعه و45 دقيقه. Just go forward. اوكي يعني امشي ده. هلا بالحركة، اول مرة اشوف كذا ريفت ويسوي ذي الحركة انه تطيح وانت ماشي على سيدة ماشي. هذا يقول لك حط هنا، حط هنا. لا اوكي، حتى لو طحت ما في مشكلة عادي، مع اني جبت العيد بهذه، لكن
ما في موت. الله شكرا يا اخي. Jump before you throw a snowman under you. هاي نظامها كذا. الله شكرا يا اخي. الله شكرا. Preparing for the one block jump. بس انط كذا جمب. لا وحاط اوكي ما نطيت. اقول لكم حاط حق السبيد او ذا اللي يدفك على فوق بس ما لازم اغلط. لازم اغلط. This is a one block jump. One of the longest jump. اوكي. هذا longest jump الحين. الله شكرا يا اخي. 37 على طول كذا. بريس دبليو دون جمب. اوكي بريس دبليو دون جمب. لا وفي وات وش ذا؟ وش ذا يا عيال؟ لحظة وش ذا اللي خلاني انط قبل شوي؟ والله شيء غريب. كأن الواح شو اسمه الواح الشمسية هذه وش اسمها هي؟ طاقة شمسية. اي طاقة شمسية. والله كنا هي بس ما ادري ايش صاير. هذه شلون طيب؟ كذا؟ اوكي بس كذا يعني؟ يا اخي شكرا على الماب. والله شكرا على الماب. والله شكرا على الباب يا اخي شكرا والله. شباب ما في رجع هنا؟ قسم بالله والله يا اخي. يا اخي الباب حلو حتى وتطيح تضحك مو بتزعل وتصارخ لا تضحك يا اخي. كنا خششني رفت ما ادري بس وصلت لل 40 شكرا. اوه شو كيف؟ قاعد تشوفون؟ رجعني برفت. والله شكرا. طم فله والله فله يا طيب. انا قاعد العب ماب مو عشان ادخل رفت. ارجع. هذا شلون هنا؟ اخيرا اخيرا خلصته مع انها سهله لكن ما ادري ايش صاير. اوكي اللي بعده بسم الله. 42 اوكي 43 هذه اوكي فيه بونسر زينه. هلا بي على طول. اللي بعده اللي بعده اللي بعده. ها؟ اوه هذا لازم انط عليه يعني؟ اي والله لازم انطه. طيب. شباب يعني تعودت ان كل سبيد اروح انط فيه، لكن هذا قال لك لا تنط ومكتوب لا تنط، بس اني نطيت كذا عباطه. بريس دبليو ذا هول تايم. يعني اضغط دبليو طول الوقت، لا تسوي شيء ثاني. ما قال نط ما قال شيء. بسم الله ها. دبليو الحالة ويدي مرفوعه قه. بس دبليو. بس هنا مي الشاشه. دبليو وين اروح هنا؟ ها؟ اوه ديم نقلنا مكان ثاني بالرفت. والله ديم اقسم بالله مع ان الماب سهل لكن تصميمه خرافي. والله خرافي 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 اقسم بالله. شكرا شكرا. اوكي هنا حط كفرات تحت مو كفرات شو اسمها ذي؟ اوه حسبت اني بطيح. حط الدوائر هذه. الله نسيت شو اسمه. طيب لا وتطيح. يبغى له ضغطه بعد زياده. 49 خلاص الحين بقي 50 اخر ليفل. بقي 50 اخر ليفل يا ساتر. انا اسف. هولد اون هولد اون هولد اون. طيب لا نجيب العيد. اوكي 50 اخر ليفل. هلا بي ونطينا كفرات كذا. يا اخي اقسم بالله نطيت. يلا بسم الله. الحين لو ما نط بطاق ما عاد. اوكي خلنا لك على اليمين بعدين نص بعدين ذا. ها والله ملع. ها وش ذا؟ نزلني. لا في تكمله بعد. وش الليفل طويل. انا رايح فين؟ اوكي خلصنا الماب. جي جي والله العظيم الماب رهيب. تصميمه رهيب وفكرته رهيبه وفكره ال ايش يسمونه فكره الرفتات رهيبه اقسم بالله رهيبه. يعني كل ما طحت يرجعك زي ما كنت في نفس المكان بالضبط. مو بيجيبك فوق ويجيب فيك العيد لا رجعك الليفل نفسه التشيك بوينت نفسه كانه يسوي لك ريسبون على طول. خلصت الماب في 4 دقائق 56 ولا ايش؟ اوه هذا المده
هذه المدة قول أنا 15 دقيقة يا ساتر والله طولت مرة. بس هاي كان مقطع اليوم يقول finish the game screen shot your time. كمان ما جبت أنا وقت مميز عشان أصور لكن دي جي. عموما بس هاي كان مقطع اليوم إن شاء الله مقطع عجبكم. لا تنسون زر اللايك إذا عجبكم مقطع. نبغى نشوف دعمكم الرهيب. لا تنسون كنت تشوف VSL. شكرا لكم على دعمكم. واللي ما اشترك يشترك. دايم أنسى أقول اللي ما اشترك يشترك. اشتركوا عشان نوصل 500 ألف أقرب وقت. هاي كان عندي اليوم. أشوفكم على خير. سلام.